أن هناك عشرة من العلماء الأزهر الشريف تم ترشيحهم من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فسيأتون إن شاء الله عشرة من الأزهر الشريف بالإضافة إلى علماء من مختلف البلدان العالم العربي والإسلامي، وهؤلاء العلماء علماء أهل احتراف ومتخصصين على درجة عالية من العلم. الحمد لله الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كما أشرت في الإحاطة استعداداتها لرمضان سواء كانت في المساجد أو في المحاضرات تم التنسيق لها، تم الاجتماع مدراء الفروع مع الأئمة الجوامع، ولما أقصد الإمام الجامع أقصد الإمام الذي يتبعه المساجد الصغيرة، فهناك متابعة ميدانية ونزول للميدان للتأكد من جاهزية المساجد وللتأكد من استقبالها للمصلين والتأكد من إقامة صلاة التراويح في المساجد، وهناك تعليمات صدرت إلى أئمة المساجد لمراعاة ظروف المصلين في هذا الشهر الفضيل. الاختيار وفق آلية إن شاء الله، هذه الآلية أعطيت الأولوية لكبار السن، ونقصد بكبار السن لهم 60 سنة فما فوق ولم يسبق له الحج، بالإضافة إلى أصحاب الهمم والمحارم والمرضى. هذه آلية الاختيار والأولوية في الذهاب إلى الحج، وبطبيعة الحال في وضع العدد الكبير الحجاج المسجلين 17,000 وزايد والحصة 6,000، طبيعا سيكون هناك تمرحل للحجاج الراغبين للحج.